لا احنا عايزين نشتغل. لا لا احنا بنشتغل. لا متعلمين احنا شغالين 18 سنه شغالين في الشركه بقى لنا سنين كويس. هي بقى في يوم وليله كده هتتنقل البنك حافظ على المصنع ملابس اوكي راحت حجزت على راحت قالت البنك حاجز عليه انا مش هقدر اشغلكم هنا يلا اتنقلوا الفيوم. طبعا ارمله ومدام وانسه ومعانا اطفال ويوتا ما في 600 اوكي قفلوا المصنع بقى لنا اربع ايام بنتفاوض معاها عايزين نشتغل هنا حضرتك ولا قبضنا راح لا مش في صاله فاضيه قلنا لها نشتغل فيها برضو هي ما رضيتش. احنا قلنا لها نشتغل في الصاله الفاضيه في المصنع الثاني هي ما وافقتش برضو. كتير جدا وفي مباني كتير في ارض كتير جدا ومباني كتير ورا الشركه احنا عايزين حته مبنى بس صغير يلمنا انما نسافر لا عشان البنك عشان البنك واخده قرض ومعهاش فلوس تسد عايزه تبيع الحته اللي احنا قاعدين فيها بيكي. ايوه البنك حاجز عليه حته ثانيه بتقول 80 مليون واخده معرفش الفلوس دي راحت فين واحنا ما زدناش ولا بنزيد ولا بنزيد ولا بنزيد بنقول لها عملتي ايه قالت عملت توسعات انا بص ظرف قبضها بص الاب انتوا شغالين في المصنع بقى لنا 18 سنة 20 و 25 31 سنة انا بقى لي 25 سنة المصنع بقى له 40 سنة شغال المصنع بقى له 40 سنة كده اقول لكم خلاص وقافلين النهارده الباب بالسلاسل هي ما قالتلناش بره هي عايزه تنقلنا في الفيوم وده ظروف ظروف كل واحدة فينا ما تنفعش خليت مصنع الفيوم ما عملش حاجه اول امبارح جينا وقابلنا المستشار سمير رئيس مستشار رئيس الوزراء والنهارده ما كانش في نتيجه جينا هون النهارده لقيناه متسلسل بالجنازير واحنا كلنا واقفين قدام الشركه بره في الشارع واحنا ما ينفعش ان احنا بنات وحريم ما ينفعش نروح الفيوم.